بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في غردايا، أيها المشاهدين، إذا راكم تلاحظوا في هذه الصور صبناهم في واحد الموقع تاع أوروبا وشوفوا فيهم الناس ويتفرجوا على الجزائريين، وقلنا نلمدوهم ونديروهم قاع في شريط واحد، وها هما كله تقريبا كل ما جرى في غردايا رانا درناه في شريط واحد ونقول لكم هذه الكلمات. نبداو على حسب ما راه كتب اللي دار هذه الأشرطة، قال باللي الشرطة تعاون في طرف على طرف آخر، يعني بعبارة أصح أدق قال الشرطة تعاون في العرب على بني مزاد. ونخليكم الصور هما اللي يتكلموا، الأشرطة هما اللي يتكلموا، فقط نقول اللي يعرفني ويعرف الموقع هذا عندك اللي راه يجي ليه يعرف الصدق ويعرف بلي ما نشتيش خاوتي يتاكلوا بيناتهم. الجزائريين نشتيهم إخوة دائما وأبدا في كل بلاد وفي كل منطقة. أما هذا البدعة اللي راهم داروها لنا، هذا اللي راه يحوس يحرشنا على بعضنا بعض، لازم نتعاونوا كامل ونجوا ضد هذا السيد ولا ضد هذه الناس اللي تحوس تشعل الفتنة في منطقة من منطقة الجزائر، من أجمل مناطق الجزائر، وهي المزار غردايا. غردايا نعرفوها قاع، وغردايا رحنا لها قاع، وغردايا وردة وناسها ماشي راني نشكر فيهم، ناسها نتاع خير وناسها يعاونوا القليل وناسها ما يتعداوش على الجار وناسها علماء وناسها حافظة القرآن. كيف يا عجبة في بعض الصور راكم تلاحظوا تشوفوا النخلة تقدي، النخلة الشجرة تقدي، علاش النخلة اللي دار عليها 15 ولا 20 عام وهو يتعب عليها باش تجي حبة التمر وناكلوها احنا، تروحوا تحرقوها عندنا بني مزاب احنا في السوق. ويسمحوا لي نذكرهم الحاج صالح والحاج حمو والحاج قاسم، صدقوني هذيك النخله اللي تحرقت تقريبا كل سنه يجيبوا لنا التمر وما همش يحوسوا على الدراهم، ونهار اللي بيعوه نهار اللي بيعون التمر اللي كان برا يسوي 12000 يقول لنا رفدوا 4000 5000، يعني باش تشوفوا الخير اللي يديروه ونزيد الشهادة هذه للناس اللي راهم عندنا هنا بني مزار، عندهم أليمونطاسيون جينيرال، عندهم حوينتا، العام يدور الصباح، العام يدور سنين عشرات السنين، يا ما عندكش وين تشرب قهوة تجي للحانوت تصيب لاتاي وتصيب الخبز كل يوم، ولا دخلوا متسولين واحد زوج ثلاثة عشرة اللي دخلوا قاع يدوا قاع يعطولهم، ما همش خايفين من الناس ما همش، ولكن يديروا في الخير. عرفت ناس راحوا ليهم لهيه وكلوهم وشربوهم وعطوهم الدراهم، يا ناس ذله في سبيل الله. واحد السيد كي مدوا له عجم بقى يغزر روحه تحت الارض، قال له لا هذه من عندي انا، عندي هذا حاج صالح هذا تذكر على خير، هذه شهاده ما تروحش لله في سبيل الله. ونزيد نقول لكم حاجه واحده اخرى، وزادوا داروا حتى التليفون، عمروا له التليفون تاعو ما عندوش. هذا مثل بسيط للاخوه اللي راهم نقولوا بني مزاب داروا لنا وصلحوا لنا، ما يديروش يا ناس ما يديروش. تحبوا الحقيقه نيشان
نقول لكم قبل على الشرطه السيد اللي دار الاخرطه قال الشرطه تعاون، لا الشرطه ما عاونت حتى واحد، الشرطه كانت تفرق ما بين المتنافسين، هذا ما دارت. والشرطه نزيد نقولها نزيد نقولها تعرفوني صريح لدرجه وين نضر روحي شي خطرات، الشرطه تحت قياده اللواء عبد الغني هامل ما تجيش مع طرف، من المستحيلات يروحوا مع طرف ويخلوا طرف. اذا السيد اللي كتب في راكتبوا كتبها في الاشرطه وقال الكلام هذا غير صحيح، وانا درت لكم الاشرطه باش تعرفوا الحقيقه. اذا كل بني مزاب كل عرب هم لا اخوه، هم لا رانا قرون عايشين مع بعضنا بعض، ماشي من يامس، ماشي من يامس، هذه قرون. نروحوا نحرقوا لهم الديار ولا يحرقوا لنا الديار ولا نضربوهم ولا يضربونا ولا كذا، هذه فتنه، هذه فتنه يحوسوا عليها شي ناس اشكون هما ما عرفناش. ولكن العنف في اي منطقه من الجزائر غير مقبول، العنف في اي منطقه من الجزائر غير مقبول بتاتا. وهنا نقول للجماعتين بلادكم وردة ما فيها لا عربي ولا مزابي، كاع جزائريين، بلادكم وردة. تحرقوا شجرة كيما هذيك تاع التمر تضرنا كاع، تضرنا، نعطيكم مثال عليه. تحرقوا نخلة ننضروا كاع، تخلوها تعيش وتكبر وتدير التمر ناكلوا كاع. نزيد نعطي، سمحوا لي على كل حال، يسمع لي الحاج صالح بصح نقولها، يمدوا الكريدي في الحانوت تاعهم، هذو بني مزاب هذو اللي نعرفهم انا في السوق، يمدوا الكريدي. كاش نهار قالوا لواحد، راني عشرات سنين راني معاهم، كاش نهار قالوا لواحد جيب لك الدراهم ولا جيب لك والو، كي تجي اللي يسالك مليون تعطي له 100,000 يشدها بالضحك واللعب، ما يقولكش لا وجيب لي واصنع لي وراك تداور، لا هاتوا هاتوا ان شاء الله نتربيو كيما هاك. وما رانيش نقول على الاخوان الاخرين تاعنا العرب اللي مش متربيين، لا متربيين ونص، ولكن هذه الفتنه اسبابها ناس اللي ما همش باقيين هذيك المنطقه تقعد في امان، على خطر المنطقه ازدهرت وهلها خدامه، هاو ماشي رانا نروحوا من السوقر ومن تيارت ومن بوردو ومن مهديه ومن شلاله ومن غليزان ومن الجزائر نروحوا نخدموا في غدايه، هذه نسيتوها. جاء هاد الناس اللي حوسوا على الفتنه قال لك لا، كيفاه رجعت موناكو، غردية رجعت كي موناكو، يعني ازدهرت وعادت الناس تجي منا ومنا وتخدم عاد بني مزاق وتخدم، وعلى ما يخدموش عندهم على خاطر هما خدامه، ونقولها لكم النشر هما خدامه وحنا فنيانين كاع جزائريين، ولكن كاين فنيانين وكاين الخدامه. بني مزاق ونقولها بصراحه كيما اللي يبغي ولا ما يبغيش، كيف خدامه يخدموا ويعرفوا الصوالح، نتزعوا منهم نروحوا نكسروا لهم ونضربوهم، هذا تزاع، هذا نسميه تزاع. وسمحوا لي الجماعه اللي من هنا وشتوا حوت راكم تشوفوهم هنا في الشريط يكسروا في البيبان، يكسروا في البيبان وراحين يدخلوا ما نعرفوا واش يديروا، هذوك باينين في الاشرطه من يعني 90% وقيله راهم قابضينهم، على خاطر هذوك باينين في الاشرطه تكسر في الباب، تكسروا في الباب، شبان نظلمهمش خدامه، هنا ثاني الدوله عندها دور. هذوك الشبان يا الحكام اللي سمعتوا هذا الشريط، هذوك الشبان اعطوهم الخدمه، هذوك الشبان خدموهم باش ما يقعدش غير هكا يتفرج في الناس تخدم وتدخل في الدرام وهو قاعد، يجيو هذو اصحاب الفتنه يدبلوه، كيف هذاك راه يدخل ملاير وانت قاعد تحت الحيط، روح كسر له، روح دير له، روح اصنع له، روح اعمل له. إذا نخدموا أولادنا، نخدموهم، نشوفوا لهم وسيلة اللي يخدموا فيها، هذه من جهة. ومن جهة أخرى نهار اللي راح السيد الوزير الأول عبد الملك سلال الغردية قلنا إن شاء الله ضرب يتفاهموا بيناتهم الطرفين المتنازعين وتفلى، ما فلات والو. سمعت قالوا اللي خاسر مليار عطاته الدولة 70 مليون، وعلاه 70 مليون يا السيد عبد الملك سلال؟
70 مليون راح يقيعش على حسب ما رانا نشوفوا الدراهم اللي راح تخسر فيها الجزائر في السهرات وفي الموسيقى وفي مانيش عارف شنو. تبذير راه تبذير كبير يا السيد عبد الملك سلال، كيف راحت له داره وراح له قشه وراح له بلا تروح تعطي له 70 مليون. لا يا سيد عبد الملك سلال، هذه مشي هذه 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 كاع ماشي هدره. اسمحوا لي على كل حال، تسمح لي الوزير الاول، ولكن 70 مليون ماشي دراهم. على العقل تعطوهم مليون ونص ولا 150 ولا 200 مليون يرجع قش ويصنع دويرته واولادنا اللي ماهمش خدامه، هذوك اللي راهم مشاركين في هذا نخدموهم نعطوهم ثاني هما كريديات، نعطوهم سكنات اللي ما عندهمش، ونضموا الازراح لبعضها بعض وفي الواقع احنا اخوه، احنا ما نوصلوش كاع هذاك الموصل. ولكن نزيد ثاني نضيف حاجه واحده اخرى، اللي يحب يحب واللي ما يحبش غير كيف وردايا. غردايا نعرفوها ورده، غردايا صدقوني ما كانش فيها الكيف، غردايا ما كانش فيها الشراب حاشاكم، غردايا ما كانش فيها المخدرات. ديناهم احنا عمرنا غردايا مخدرات وكيف وكاشيات، احنا اللي نروحوا منه ومنا. الحقيقة هذه هي وردة كانت نقية، وردة كانت غردايا كانت نقية كيلو وردة، ولكن هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. الأولاد لو كان الأولاد عندهم الخدمة ولا عندهم السكن ومزوج وكذا ما يديرش المشاكل، ما يديرش المشاكل، وأولادنا ما يديروش المشاكل إلا إذا جاوهم ناس دمروهم كما هذه المرة. هذه عندك ما تخلوش غردايا تراكيل، كيفاه غردايا تبعت تراكيل؟ لازم ما تبعتش غردايا، دارت كيل وردة وبالعبارة هذه بني مصاب يديروا في الدراهم وحنا قاعدين تحت الحيط، على خاطر حنا فنيانين من جهة، ومن جهة الدولة ما شافتش في ولادنا، الدولة ما شافتش فيهم باه يكون يعني يقارن ويعاند، باش يعاند خوه المزابي اللي قباله يخرج من الصباح وهو يخدم يدخل الليل خدامين. سي سون دي طافايور، اهل غردايا خدامين، نقولها مليون خطره، وحنا نحوسوا نوعدوا تحت الحيط وتجينا الدراهم. يعني نخدم نوض شبان كيما هذوك اللي كانوا يكسروا في الديار اللي راكم تشوفوهم في الشارع، يكسروا ويحرقوا في النخله، هذوك ما حقهمش يقعدوا برا. ثاني نقولها لكم مباشرة، هذوك ما حقهمش يقعدوا برا، هذوك 30 ولا 40 واحد هذوك هما اللي مالوه، هذوك قبضوهم راهم باينين في الأشرطة، ويقروا يقولوا شكون اللي دعمهم وشكون اللي عطاهم الدراهم وقال لهم روحوا كسروا وحرقوا وكسروا النخلة تتحرك. يا عجبة، ستة كريم، هذه جريمة، النخلة تنحرق جريمة، والاعتداء على بيوت الناس جريمة. صحيح عندها عوامل، احنا ندعو ان شاء الله للفتنة ما تكونش، والعوامل هذوك الدولة عندها دور كبير، خدموا هذوك الشبان، اعطوهم سكنات، اعطوهم منحات، مانيش عارف انا، شوفوا كيف ديروا معاهم، ورانجوا ما بين اخوانهم ثم في غردايا. اللي راني قلت هذه الشهادة يعني بموجب من انني نعرف غردايا من جهه، ونعرف بني مزار، ونعرف بني عمي، نعرفهم. لو كان ما يديروش الحاجه، كاين ماشي قاعه، كاين منهم وكان ما يتكيفش ولا كان ما يشربش ولا مشي بنادم، ماهوش بنادم. الوغ هذه الظاهره ثاني ان شاء الله تقل في غردايا، ترجع ورده كما كانت، ويرجع السلم ما بين اخواننا، والدولة تراعي لهذا المشكلة كأنها مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة ماشي مشكلة صغيرة. السيد عبد الملك سلال راك رحت ثما وشفت، وراهم قالوا لك بصح 70 مليون تعويض ماهوش تعويض. الناس تشوف تخسر 70 مليون في العشاء، يتعشى ب 70 مليون وهو راحت له داره وراح له قش وراح له كل شيء، تعطي له 70 مليون. ها ماشي هدرة، هذه ماشي هدرة، على العقل 200 مليون الواحد،
ولولاتان يتعاونوهم، راه كاين الدرهم الله يبارك، ولموا بيناتهم ولاقوا بيناتهم الشيوخ القبائل الكبار وقراري دوك اللي كسروا ادبوهم. راه كاين واحد الشريط الاولاد يكسروا في الديار بالحجر، والدليل باللي الشرطه ما عاونت حتى واحده في الاخرطه، كل واحد يشوف ان شاء الله تشوفوا الشريط هذا للاخر تشوفوا بعينكم. الشرطه تبقى صريحه صريحه، تدي الطرف هذا من النهايه تروح تبعدوا بعيد حتى يخرجوا لها واحد منها يجوا جاي، تعاود ترجع لدوك منها يعاودوا يخرجوا لهم الاخرين منه. الجماعه اللي من في الديار تقاوس بالحجر، وشفنا حتى زجاجه حارقه خرجت من الديار. ما صحيح تقولوا لي راه يدافع على روحه ولا مانيش عارف، ولكن يا ودي مش الطريقه، مش هذه هي، هاو الطريقه هذه مش هذه هي. يا جماعه الطريقه، كل واحد نورمالمون كون دخلتوا لدياركم ودارت ودور الشرطه ودارك بالسكنات، واللي تقبضوا من هذوك المعتدين، واللي تديه تأدبوا ومن بعد تجيبوهم تلاقوهم السيد الوالي ولا والمشايخ تاع غردايا وتلاقوا بيناتهم، وتعوضوا الناس اللي تضرت تعوضوهم زين. نعاودها السيد عبد الملك سلال، ماشي 70 مليون، كي كاين اللي راح له مليار عطيتو 70 مليون، واش يقول؟ واش يخمم؟ إذا نطلبوا السلم للجزائر كاملة، نطلبوا السلم الغردية كاع خاوتنا كاع جزائريين، وان شاء الله يتعاونوا ويخدموا هذيك المنطقه، يخدموها ويرجعوها ورده اكثر من اللي راهي هي. اللي ما على بالوش غردايا في شي بلايص يسموها موناكو، موناكو هذه مشهوره بلاد في اوروبا، ناسها غردايا ناسها كاع تخدم كاع لاباس عليها، كاع مش محتاجين، كاع اهل خير. نزيد نضيف معلومه واحده اخرى، شهاده واحده اخرى، الناس اللي تروح ضيوف الغردايه تاكل وتشرب، وصدقوني وتجيب درهم يصدقوا يوكلوا ويصدقوا ويضحكوا ويلعبوا وما عندهمش كاع يعني حاجه شينا في قلوبهم. اذا الله يكون في عون اخواننا الجزائريين كامل في غردايه من الطرف المعتدي ومن الطرف اللي دافع، وان شاء الله ما يكون لا معتدي لا مدافع، ان شاء الله يتراضوا بيناتهم ويرجعوا كي الاخوه بكري. الاشرطه لا درناهم غير باش الناس تشوف واش تسرع، ما لازمش هذه الصور تتعاود. درنا الاشرطه كشهاده، جبناها من ذاك الموقع نتاع اوروبا، صبناها في موقع اوروبي، وقلنا نشوفوا الاخوان يعني ان شاء الله هذه المشاهد ما تتكررش، هذه المشاهد ان شاء الله ما تتكررش، ويعيشوا خاوتنا مع بعضهم بعض كي الاخوه ولا اكثر ونزيد نختم ونقول الله يكفر من المثال الحاج صالح والحاج حمو والحاج قاسم هنا في مدينه السوبر وفي كل بلاد. وصحيح الحاج صالح موجود في كل بلاد غير ما تعرفوش، وياسر منه في غردايه غير ما تعرفوهمش. اذا ان شاء الله يكون الالف بين الناس وبين الاخوه في غردايه من بني مزاب ولا من العرب، انتم كاع جزائريين، نحن كاع جزائريين، ما تقول لذاك مزابين. الفراق بيناتنا هو العمل، لازم العمل، لازم نخدمه، ما لازمش نقعد تحت الحيط ونجي نقول. والله كل جزائري يغير على هذه البلاد ويشتيها فعلا، ويشوف واش راه صاري في ليبيا في تونس في سوريا في مصر في اليمن في كل البلدان في لبنان، ويشوف واش راه صاري، ما يشتيش واش راه صاري في غردايا، ويزيدوا بعض
بعض اللي ما يتسموش نقول لهم ولاد حكا ولاد بيعة ومترفهين عندهم المال عندهم يدمروا في الوليدات ويزيدوا يقسموا ويحوسوا يقسموا الجزائر. واحد الخبيث حاشاكم زوج دورو راه مسمي الموقع نتاعو توسي لاجيري تي اس خبثاء يقسموا في يقسموا في 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 الاخر. صار البوليسيه جايين مع العرب يا واحد الخبيث سمحوا لي على كل حال. ما تقولش ما تقولش الشرطه قاعده تدي في الضرب وما ردتش لا على هذوك لا على هذوك شبان بيناتهم ومازال يتفاهموا بيناتهم ونقول لهم بركاكم ما تكسروا في بلادكم بصح انتوما هذو تاع تياسا هذو الخبثاء صح الشرطه جايه مع العرب علاه عليكم ذي الفتره هذه علاه عليكم تحرشوا ما بين الناس علاه نطلبوا من اخواننا في في غردايا وفي بريان وفي ورقله في حاسم مسعود وفي ديك الجوانه تاع الصحراء يلعنوا بليس ويروحوا يدوا المطالب تاعهم وبركة من التخريب بركة ما تكسروا في بعضكم بعض. راني نهضر على جماعة غردية راكم تدقدقوا غير في بعضكم بعض ما تدقدقوا حتى واحد ما تكسروا حتى واحد والله وثم والله ما تكسروا واحد تكسروا بعضكم بعض. العنوا بليس العنوا بليس وكل واحد قال انا هاو سخصني هاو شخصني هاشا واش تخصني ماشي بالتكسار. اما الخبثاء هذا هو معدكم هاهم عندك ما لازمش ما لازمش نقيسوا عليهم حتى الصفة نتاع جزائري. يا البلدان راها تحطمت بهذا 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 العنف هذا بلدان كاملة وقولوا الحمد لله الجزائر راهي راهي في الهنا قولوا الحمد لله تحبين شبان تحركوا فيهم لبعضهم بعض وماشي هذه هضره مش تاع دوله ولا هذه راها باينه راها باينه راها باينه كاع عينيها ربعه باينين باينه تعطوا لهم في الدراهم وتعطوا لهم في كذا وتقول لهم روحوا كسروا ليه وروحوا كسروا ليه وما تكسروش ليه وما تكسروش ليه. هذو اللي باقيين الجزائر ترجع كما البلدان اللي رانا قلنا عليهم. اذا نطلب من الشبان في غردايا اولادنا كاع اولادنا يلعنوا بليس يلعنوا الشيطان وكل واحد يدي المطالب تاعو للسلطات قالوا ودي انا هذا ولا واش خاصني وهذاك يقول انا واش خاصني ويتفاهموا بيناتهم ويترانجاو وبركاو من هذا والله وثم والله نختم لكم بها لا راكم تكسروا في بعضكم بعض قسما عظما لا راكم تكسروا في بعضكم بعض حتى واحد ما ينظر الا انتوما فقط اللي راكم واحد يعمي واحد وواحد يضرب واحد وواحد يجرح واحد وواحد يكسر واحد وواحد يخرب حانوت الاخر والاخر يخرب حانوت الاخر والخاسر شكون؟ ماهيش الدوله يا جياع الخاسر والله الدوله ما هي خاسره انتوما الخاسرين. انا على ابليس الله يهدينا ويهديكم على كل حال بس احنا على ابليس راكم رايحين غير للتهلكه انتوما تهلكوا في بعضكم بعض. اذا نطلب منكم الهدوء وكل واحد يروح لدويرته ونعلو الشيطان وديروا المطالب تاعكم وقدموها للسلطات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.